مرحبا أصدقائي، مستعدون لجولتنا الجديدة بين أحضان الطبيعة؟ حسنا، أهلا بكم في زو. اليوم سنتعرف على، هل عرفتموني؟ أنا البيسو. أنا حيوان ضخم أنتمي إلى فصيلة البقريات، يتراوح طولي بين 2.3 متر. لدى ذكورنا وإناثنا قرون جانبية تزيد عن 40 سنتيمتراً. يبلغ ارتفاعي من 1.5 إلى 2 عند الذراعين. يتراوح وزن إناثنا ما بين 500 و600 كيلوغرام، أما وزن الذكور فيصل إلى 1000 كيلوغرام. أين أعيش؟ أصدقائي، كنت أعيش في سهول أمريكا الشمالية الممتدة من جنوب كندا ووسط الولايات المتحدة إلى شمال المكسيك، ومن جبال الروكي غرباً إلى غابات نهر الميسيسيبي شرقاً. وكثيراً ما جبت تلك السهولة برفقة قطعان ضخمة ما جعلنا ولوقت طويل حيوانات الرعي المسيطرة على السهول العظمى. لكن ولسوء الحظ تراجع عددنا ليبلغ 20,000 رأس في البرية، وهذا بسبب توجه السلطات الأمريكية لإبادتنا بهدف التوسع غربي البلاد وتحفيز الهجرة إليها، وبسبب الصيد الجائر واتجاه الصيادين لقتل آلاف القطعان منا للحصول على جلودنا وبيعها بأثمان باهظة لاستخدامها في صناعة الأقمشة وأحزمة الآلات. أما عظامنا فأصبحت تستخدم في صناعة الأسمدة. بينما وضعت الأنواع الأخرى من فصيلتنا في محميات ومزارع خاصة، لذا فلم يعد من المألوف وجودنا في قطعان نجوب البرية في السهول العظمى. تنتشر الأعداد الناجية منا اليوم عبر مزارع القارة الأمريكية، فمثلاً يوجد 600 رأس منها في حديقة جزيرة الإلك الوطنية، وأعداد أخرى في حديقة يلوستون، إضافة إلى أعداد صغيرة في حديقة فيرونجا الوطنية في الكونغو وحديقة بحيرات واترتاون الوطنية في ألبرتا الكندية. كيف أتكاثر؟ تحمل إناثنا العجل لمدة 9 أشهر حتى نهاية أفريل وماي، ثم يقمن بإرضاعه الحليب لمدة 1 سنة، وترافقها العجول لمدة 1 عام. ما هو غذائي؟ أنا من الحيوانات العاشبة التي تتغذى بشكل رئيسي على الحشائش. آكل ما معدله 25 كيلوغراماً من العشب كل يوم، كما أنني أحب التهام الأعشاب والجذور واللحاء والشجيرات الصغيرة. ففي الفترة الباردة تكون الحصة الرئيسية من نظام الغذائي للحاء وفروع الأشجار المتساقطة والبلوط وسرطان البحر وكذلك الطحالب وغيرها التي تسود الغابات المختلطة. وفي الموسم الحار أستهلك الأعشاب النضرة المتنوعة وبراعم الأشجار والشجيرات التي تنمو في الغابة، بالإضافة إلى لحاء الرماد الجبلي والدردار. ما هي مميزاتي؟ جلدي يشبه المعطف الخشن وتختلف ألوانه من منطقة إلى أخرى، فقد يكون بنياً غامقاً أو بنياً فاتحاً. وهناك نوع نادر مني هو البيسون أبيض اللون. أمتلك سناماً يشبه سنام الجمل، مكون من أنسجة عضلية ودهنية. فوائد تناولي: عند مقارنة لحومنا بالعديد من اللحوم الأخرى فإنها منخفضة الدهون، وطعمنا لا يختلف عن طعم لحوم البقر، ونظرا للخصائص الموجودة في لحومنا فهي تقدم عددا من الفوائد الصحية مثل تعزيز وزن الجسم الصحي وكتلة العضلات عند تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي. وهذا ما يفسر البنية القوية التي يتمتع بها الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية، كون قطعان البيسون كانت المصدر الأساسي لغذائهم على مر السنين.
ماذا عن أسمائي؟ اسمي في اللغة الإنجليزية هو دبايسون، وفي اللغة الفرنسية لوبيسون. يكتبان بصيغة واحدة لكن يختلفان في النطق. أصدقائي، ظهرت شخصية البيسون في العديد من أفلام ومسلسلات الكرتون، جمعت فيها قوة وحكمة البيسون من خلال مسلسل أسطورة أنج والبيسون الأب، وكذا مسلسل مخلص صديق الحيوان. هنا تنتهي رحلتنا معكم في عالم زو. يلقاكم في كل عدد جديد حيوان جديد. إلى اللقاء.